فين تست الصوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله. المتكلم شيخنا محمد عبد الله عبد الله رئيس مبادرة الشباب مدينة ديبو. أولا راني شاكر للإخوة اللي حضروا وموجودين معنا ورؤساء المجموعات، ونختار نتشرع النقاب والله مبين عدة نقاب وذا الاجتماع اللي هو احنا كنا قاعد لنا كيف ما تعرض الناس كامله ذيك المبادره اللي احنا عدلنا، وكذلك هم اللي حضرنا بالتسجيل وعدلنا ذيك الفيديو دي الناس كامله دخلوا شافتها، واخترنا نعدل ذي الاجتماع لا تاكيد اللي فتنا عدلنا ذيك المبادره اللي فتنا، ذاك فتنا قلنا ذيك المبادره الماضيه هو اللي نقوله من اليوم لا تاكيد وتوه. نختار نقول على الشباب مازال الحمد لله متضامن ومتحد على مصالحه، ومبادرة زينة عنده حتى ومهمة عنده، ونختاروا فيها الله النجاح، وإن شاء الله نعرف عنهم ولله نعودوا ناجحين، الحمد لله أنا الشباب الحمد لله ومشينا بالرواية، ولاقط الشباب مشى بالرواية الحمد لله ما نشهد، ونعرف عنا الحمد لله هذه مبادرة دارت لله ناجحة، ناجحة الصح نجحت بالحضور حضورنا ونجحت أمي كذلك بتسجيلنا اللي جات هون لجنة الإحصاء اللي نجبر ذاك النهار اللي هذا الشباب الحمد لله والله تكميل عدل التائرة أنا عنا الحمد لله حاضرين وفي الميدان ولأننا قابلين يكون عندي مبادرة تتم ناجحة إن شاء الله. نختار الصلاة نوجه رسالة للسياسيين، نختار نقول لهم على نحن كشباب هون في مدينة دربو ذاك اللي قلنا مبادراتنا كاملة واضحة، قلنا اعلنا عندنا مطالب حد لا يلبينا مطالبنا مرحبا به السهل جينا ويحاورنا ويشوف المطالب اللي عندنا ويلبينا مطالبنا نمشي معاه وندعمه، وحد ما هو مستعد علمه يجينا ويقعد معانا ويحاورنا ويشوف المطالب اللي عندنا ويعدلنا مطالبنا ما انا مولي داعمين يا غير مولي. في النهايه نعرفوا علينا اذا قاع ما اجبرنا لقاش من السياسيين لا هي يعدلنا مطالبنا في النهايه بعد ندور ان شاء الله ونحدوا موقف نزاد مولي ونعرفوا ذاك الشخص اللي لا هي لدعمه. ثانيا مولي نختار نشرع الروايه هون شوي شارنا عليها حد المره الماضيه من الاخوه الاخرين قال لنا باق موجه هو مجيه لاسيني هون احنا معتبرين على اللاسيني على انها لجنه مستقله يا غير قال لنا على ان السبب اللي ما تجي هون للشباب على انه فيه سياسي على انه تلفن لها وعلى انها ما تجي للشباب. نختار نقول له السياسي على انه ما نختاره بعد ولا نعود حارث العارف اخوته كشباب وهو ملي كسياسي جديد هون وعنده مستقبل ينبغي على انه قبيل يعود دا ماشي مع الشباب ويعود داعم الشباب وذيك المبادره وعليه اذا بعد ما هو ما بعد عاد مخسر شيء غير نختار ننبهوه توب على نحن كشباب حد لا يجينا يعود مجرد من القبليه ومجرد من الجهويه ومجرد من الحياز ويعود اذا عاد الصيدور مصلحه عاد اذا عاد يدور مصلحه حزبه واذا عاد الصار جايب منهم لا المشاعر والله العاطفيه والله ذاك انا صاحبي توب نختار اخلاق والله كذا ذيك راهي طريقه اخرى بالنسبه لنا احنا بعد كشباب الرواية مهمة عندنا ولا ندعم لا حد لا يدعمنا وحد لا يحاورنا ويشوف المطالب اللي عندنا حد ما هو مستعد لله ما على باس ما أنا داعمين نختار حد الصلاة يجينا يعود مفتح للناس كاملة والسياسي ما ينبغي أن يعود للسياسي يعود للناس كاملة ما يعود لا طرف عن طرف ينبغي أن السياسي يعود مفتح ويعود للناس كاملة ده هو الصالح. وعلى كل حال بعد لا تعليق شوي يوتيوب ما هو أكبر من يوتيوب غير اختنا ننبهوا عليه يوتيوب نحن كشباب هون متواجد حد لا يجينا يخلي عنه ذاك التعالي ويخلي عنه ذيك الجهه ويخلي عنه ذيك الطائفيه وذيك ذاك الانحياز. وهذا مالي عندي انه اذا رعد لله والقايلين ومال الشباب لله والقايلين كامل. صحيح صحيح.
الختام راني شاكركم، شاكركم مره اخرى، جزاكم الله خيرا. انا نعطي الكلمه للملك. السلام عليكم ورحمه الله. متكلم نائب قائد الشباب محمد عيون قدام، نائب رئيس قائد الشباب دبا. اول شيء نختار نشكر قناه الاذاعه بممثله يعني المرابط اللي سلموا المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي الفتى الثائب. وثاني شيء نختاركم كاملين في العشر الاوائل من ذي الحجه، لانكم تطلبونا كامل ان شاء الله بالله التوفيق والنجاح. هون نزيد مبادرة نختار نقول عنها مبادرة كانت مطلب من رؤساء المجموعات على انهم يختاروا ويعرضوا لهم التأكيد على انهم متأكدين تماسكهم ومشيهم في المبادرة كانت عنها. اختار الشيرة النقطتين ونقول على ان ذلك ومكتبها على ان اول مرة وهذه شاذة من 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 رؤساء الناس الاخرى ومن رؤساء الاحزاب الاخرين او ممثلينهم ان اول مرة يسجلوا وقافة وسجلوا تبارك الله كامل ولا يبقى منهم حد. وعلى ان سجلت تقريبا لكن سجلت المكتب كامل يحسب للشباب. ثاني شيء نختار نعتذر ل يعني اخوتنا الاخرين واصدقائنا الاخرين، لاني انا كان جاي في الطريق تبنوا لي واحدين وقالوا لنا انهم من الشباب وكذا وبعض من ضحيهم. على ان احنا اي حد عنده انتماء سياسي ما نختاره يحضر لمجموعتنا هاي، لان مجموعتنا عندها المبادره هذيك اللي بتنازل عليها في البدايه وما زالت ماشي عليها، لذلك اي حد عنده انتماء سياسي والله تابع لحد عنده انتماء سياسي نختاره الان بعدون من هذا. والسلام عليكم ورحمه الله. شاكرين رئيس الشباب شيخنا عبد الله والنائب الناقة، وشاكرين جميع الشباب كاملين. واحنا متقدم وحابين الخيار والنحوي، نتكلم عن الأسرة أهل النحوي، ورانا داعمين شيخنا عبد الله ومبادرة الشباب، رانا داعمينها كامل وتابعينها. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المتكلم يا حبوب اليربة، متكلم عن مجموعة الحبيب داعمين هاي المبادرة برئاسة شيخنا العبد الله نائب الناقة. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله صوتك مبروك. رانا نتكلم عن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم كامل المختار، نتكلم عن جميع الأمر اللي يكتبون، نتكلم عنهم داعمين شيخنا عبد الله. نختار عندي تنبيه، نختار نقول على بالنسبة لمجموعة الشباب لأن سجلت من ذكرى على الموجود. بالنسبة لمجموعة الشباب لأن سجلت من ذكرى على أنه موجود، وفي بلاصة واحدة معناها على أن الحمد لله عند رئيس المبادرة وفي بلاصة واحدة
وماشر بالداصة وحدهم انت سجنت كامل وماشر بالداصة كامل وبطاقاته طارحتهم وبداصة واحدة كلها قالوا هاك بطاقتك يقول لا هذا ماشي بعد المجموعة باقتناع مني يعني ماسك بطاقتي واللي باب بطاقته عند عبد البيشي يخلي داروسي موجود عند الحمد لله مجموعة كامل بطاقاتهم موجودة عند الرئيس وبالنسبة لي أنا كان عندي منهم موجودة عند الرئيس كامل محتفظ بهم إن شاء الله وفي لبنان اللي توجهوا للشباب ضغط صوت إن شاء الله والناس كاملة. السلام عليكم. مداخلة ها؟ في حد يبغي يتكلم؟ ها؟ يعطيني أنا أتكلم. والله.